بسم الله الرحمن الرحيم أرديي هذا وحقلي دونا عطب كنا سدحات مادد اجتماعيات كفصل كسديدات عطب كم حكوسة بسنية هي شعوب العالم أو معنى هذا تهاي دديوج الدنيا population of the world أي في إنجليز كالجوي ده درس جن كوال حنقنا يا السلالات البشرية في العالم السر هذا دديوج الدنيا دتكي الدنيا كنا ولا بالقيم قيمنا يا ولا سوكو بيا حلو قيمين دونا سدح قيبوت هذان هروسي سعنا أرضي أي عتب كان حككو بيا هاي قيبها نصوص على الدرس الأول وحقوق هذان دونا السلالات البشرية في العالم السر هذا دديوج الدنيا درس جينا لبعض وحنكو قاعدين دونا قد بدأ العوامل المؤثرة في توزيع السكان في العالم قد بدأ سامينا يا بناشها دديوجا دون ذي عالمكو ما لها يكون كل بدنيين لبعض عشرنا هالمر أيان إذن سو أن قاعدنا إن أرضي مركز في عن إن إلى سعتان أي لا يدين كربا محار ربنا مركز عتب كان مركز إنه هذا أرضي وأنا قد بدأ فهمناه كو يحدد أوجه الشبه والاختلاف بين السلالات العرقية الثلاثة على المستوى العالم وإنا أرضي وشي كرا وحيابه وحيابها إسكشبهان يوحي كل الدويهين سد حدا يصير عالم ك لاقى بيدتك كنون لما برلبا أرضي وإنا الشرح كرا العوامل التي تؤثر على توزيع السكان في العالم أرضي وإنا شرح كرتان وحيابها سامينيا بناشها دديوجا دنيا أما قيب سنوات دديوجا دنيا عشر كين كوات هدان هرسي قال له وكو وحرمنا إن أنبرنا تعريفت السلالات البشرية ومحي دديوجا دنيا أما السلالة البشرية بحنكوق حكرنا هي مجموعة من البشر التي تتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية وح سلالة لجو قي حكرا وكوح ضد ككمد كواس أو السجائك حاجة قاب اسمات كجركة أي السجائجين أستامه هذا وضد كوح ضد كمد أو إسكو إسكو أستامه أي لغو قيح كرا إسيرو أما إسيرو إسيرو ده ديوجا ويا أنواع السلالات البشرية في العالم نوعية ديوجا الدنيا ده عالمك هناك ثلاث مجموعات رئيسية وحجرة سدح كوحود أو وين أو ضد كدولة اللاقيبية يندرج تحتها مجموعات فرعية كوح كستنة وحواس إيمان يسا وحواس إيمان يا كوح كله وأنا سيدة سيدة تنصوص عتا قلت لك وادو حالي هذا السلالة الزنجية قلت لك هو أرضي وحكوش يجينا الزنجية قلت هذا الله بعده حالي هذا المغولية قال هذا سدحان وحوية القوقازية هذا أف صومالي إنه زنجية وعدد كم مدو جاء نيجر كليلة في غريس وحين عالم ككيهين بقول كي بالطبن مغوليين توا إن ضيرته وما شينيس كساو تقانان وبرون كا يجونه بحكيين عالم ك بقول كي بأفرتن قال هذا سدحان قوقازيين ته وعدان ك يا عربت أي قوقازين لسكوي ده عرب يوروبي يعني كردن يجون دون كوحي كيهين بقول كي بكونتم أنت سواء إسلك جرني ما ملينا يا عرديي وحائنهم مو قن يسق عرد الدونك عرد الدونك وح الله سوق عت وحوي ده كان رح يكون في القصيين الدونك يقدم صومها مركز ده الدونك هو كل نوريهن مذهب كأدو جدان جالها ودتك إن ضيرت ما يلها يكون وليهن وآسيا أبدايهن سادو جدا آسيا وقويق أمريكا أنك سراء وقويق أهي كغن وليهن أنك هوسة برتماكو كالدقة استراليا قايبت أبدا أي كدقان ما يعفوا آسيا انت بدن بيكو كدقان أمريكا الشمالية وقويق أمريكا لاتين أمريكا لنك برتمها
أي مقولين تكدجان وإن ديرت زنوج تأي حكته أو كدت كمذوقة مذوق أنت وضبطن ومذبك إذن مغض أو هرود جاء وحو أنت بدن دتك مذوق حد دجان قارض أفريقيا هرود كوحكم بدن يا قارض أفريقيا وادو جدان وحيك على دجان أستراليا أنت بدن وأصل كدتك أستراليانكا لباس قاردات أي أبدًا يهين قوقازيين تا وعد عرقتا وميدبك كالة أو إستغانة أو ماش أغير تلمام أحال يورب أي أبدًا يهين وعدان كي أفريكا وحيكين قارد أفريكا لنك السراء وقويقة وعربت أفريكا دكتا هل كان وحا إنوغم وعنكو قادرني قارد دي أدونك سيدا إيوكالا فيلقسين يهين دديوغ الدوني دا أرضي هذا هرب سيسعنه أو وحينه صوب حي سدح وجهي وكل دوان الله هو برايو سد وكل أجيهن دديو قدون الدوات وصاله نكب بده هذا داد يكتو نبأكو سويرن وزنجي يدك اللي يراهدو أما أفريكانك ده هذا مغولية وإن ديرتي أما شينيسكي نك لو قوقازية ويوروبيانكي يا عربتي أيها القوقازيين رسقوا هذا، بل أيها الدفيري هذان أستعمله هذا شيءنه أنصعنه، دتك الزنجية لا يرى أمده وجاء أستعمله هذا جرك وحوي وحيكوس كجس عين كوك كله وحيل بالبشرة الداكنة، خرطمي ذب وحيليهن مذو أو تقة أيليهن مذب كوضو والشعر الأجعد تنتوضو وعذكتهاي والشفاه الغليظة بشمو وين أيليهن والأنف العريضة. سنكودر وين هي كواسي وافريكان كذا كانوا نقان كوا كله أستعمله هذا مغوليين تأما إن ديرتا أستعنت هذا وحكمه بالبشرة الصفراء مذهب كودو وصفراء جالا جالا يا كجرة والعيون الضيقة إن دهود ويريا إن دير أو يرير أو لحسن أي ليهن والشعر الأسد المسترسل تن مذو أسيد سنة ولقو يقانا qolada kala qoqaasiyinta loo yaqaan ama yurubiyaanka iyo waxa la isku qoqaasiyay waxa la isku yiraahdaa yurub dadka ku nool iyo carabta waa idin sheegay iyaguna waxa lagu yaqaan midab cadaan ah oo brown ku jiro ayay leeyihiin tintoodana mutamawaj waa tin duuduban bishima duuduban ayay leeyihiin arday qaybta kala 10 keenna waxa ku baran doona أصل السلالات البشرية واحد وحالي يري أصل كدديوغ الدنيا وامد كلية قيب سن كان سينسي هنا دا أياك لقيب قيب يددك حوغا موقالك أياك الوصلين أيو لكن ددك أدونك كنول أصل كوضو هل ملك أياك سوود الشيدان وانا أبونا آدم آدم أياك وضع لددك أدونك شوغا أردن لكن وحالي يري قيب سن كان وحالي سليي مد موقال wax kala ficnaansha ah ku tusunmayso sida aayada quraanka ay soo socota ay ino sheegayso ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir allah wuxuu leeyahay dadka dad yahow waxaad idinka abuuray lab iyo dhadig oo aadam iyo xawaa ah kadib waxaan idin ka yeelay dadyo kala duwan iyo qabiilo saad isku garataan waxa laakin in akramakum indallahi atqaakum waxa idin ku sharaf badan oo idin ku fiican kan idin ku cabsida badan inallaahu aliimun khabiir ardayay marka meeshaas waxaan ku ogaanay wax kala ficnaansha ah la yiraahdo ma jirto madaw iyo cadaan ee indhayar macnaheedu ma aha dadka cadcad ayaa ka fiican dadka madawga ah dad badan hadda sidaas ayay aaminsan yihiin anaga laftigeena ardayda qaybtood waxa laga yaabaa in la isku caayo hebel oo madaw ah ama tin adag hebel waa tin adag yahay waa noocaas waa kada waa san weyn yahay kana cad kana madaw waxaasi ficnaasho ku tusinmayse waxa fiican oo sharaf leh qofka ilaahay ku xiran oo islaam ah oo muumin ah oo akhlaaqdiisu fiican tahay ayaa wanaagsan
midab lagu kala ma fiicnaan maayo hadii cadaanka uu fiican yahay de gaaladu waa cadahay magaaladu ma fiican tahay markaa waa may way jawaabtu insha Allah sidaas aan ogaaneyna hadalada noocaas ah waxa la yiraahdaa cunsurnimo caalamkan lagama ogola diinteenuna in badan bay ka hadashay marka arday waa inaa sidaas la soconaa haddaan hore u sii socono waxaan ka soo hadalnay astaamaha dadyowga dunida iyo asalka dadyowga dunida waxaa la yiri wahadihi sulalat laysa laha ahamiyatun fil caalami alhaadir sulaalooyinkan ahamiyad weyn maanta lama saaro caalamka maanta aynu ku noolnahay sababtoo ah qayb qaybsankaasi dadka la qaybinayo waxay keeni kartaa in dadkii iscunsuriyeeyaan iyo dhaqamo xunxun inuu ka dhasho sidii waagii hore dhacday uu cadaanku uu gumaystay ama uu adoonsaday dadkii madoobaa waxyaabaha camal ka dhalanaya caalamka waa la ilaaliyaa waxyaabihii ka dhashay in dadka lakala saarsaaro waxaa ka mid ah waagii hore al isticmaar gumaysi wax la yidhaahdo gumaysi waxa weeye dal inuu ku soo duulo dal kale uu khayraadkiisa gurto adoonsi baa ka dhashay adoonsi waxa weeye dad inay lahaadaan dad kale waxaa kaloo ka dhashay dadkii oo lakala qayb qaybiyey waxaa ka dhashay alibaadatu aljamaaciya wax la yidhaahdo af soomaali lagu yidhaahdo xasuuq xasuuq waxa weeye in gebi ahaan dad la laayo si loo baabi'iyo sida waagii hore ee ka dhacday shiinaha uu baabi'inayay dad muslimiin ah iyaga hor la yidhaahdo waa la socotaan karoonaha intaan la arkin dalka shiinaha waxaa ka socday dal la baabi'inayo oo la xasuuqayo oo muslimiin ah dadkaasi dowladda shiinaha waxay ka dan lahaayeen inay tirtiraan tirtiridaas waxaa la yidhaahdaa at-tadhiir al-cirqi isirbaabi'in isirbaabi'in waxa weeye dadka markii la laayo oo la dilo oo la gumaado meesha way isaga cararayaan sida rohingihii ay ku sameeyeen dowladdii Burma waan sii soconaynaa waxaa la yidhi maanta adduunka waxaa naadir ku ah sulaalo saafi ah waqtiga maanta joogno waa naadir ama waa ku yartahay dad saafi ah oo hal isir ka soo wada jeeda caalamka maanta way ku yaryihiin ama si haddaa rabtaa inaad fahantaan madow sidiisa madow u ah sidii waagii hore ama cadaan oo natural oo saafi ah adduunka maanta waa ku yaryahay sababtu maxay tahay waxaa weeye dadkii adduunka way isdhex galeen way isguursadeen marka waa la isku milmay sidaa darteed caalamkii waxaa ku batay dad oo dhinac loo raaco aan lahayn madow iyo cadaan isku jira ah wahadihi sulaalaati naqiyati naadiratun fil caalam sulaalooyinka saafiga maanta adduunka waa ku yaryihiin sababtana waxaa weeye isu hijroodka iyo isdhexgalka iyo isku milmidda isguursiga ayaa waxay keentay in dadkii ay isku milmaan falaa yuujadu xaaliyan maa yucrafu maanta ma helaysid dad loo yaqaano sulaalooyin saafi ah ilaa dadkii hore maahane hadda tusaale haddaan idiin siiyo dalkeenna ama magaaladeenna ama gobolkan mandiqadan Puntland waxaa ku badan arday sooma aha dadka oromada la yiraahdo soo saas ma taqaanaan hadda waxaa badanaa hadda maalmahan waxaa la arkay soo batay yemeniyiinta marka oromadaasi maalin maalinta ka dambeeya ka sii badanayaan haday sii joogaan ama qaybtooda waxaa laga yaabaa inay guursadaan gabdho Soomaaliyeed ama gabdhihii oromada ahaa inay guursadaan rag kale Soomaali ah way dhici kartaa ama wayba dhacda Soomaa in la isguursado isguursigaasi marka waxaa ka dhalanaya in ay dhalaan ama ay ka soo baxaan dad aan oromana ahayn Soomaali ahayn dadkaasaa la yiraahdaa adduunka dadka noocaas oo kale ayaa ku badan maanta waxaan oran karnaa waa dad mushakal ah oo isku jira ama Yemen iyo Soomaali hadda isguursadaan hadda waxay dhalaan Yemenna ma aha Soomaalina ma aha Soomaa waa dad isku jira casharka taasu ka hadlaya dadkaasi adduunka maanta ku badan weey dadkii hore oo saafiga ah oo naqiga ahaa oo aan cidna ku milmin waa kuwa kan soo socda waxaa leedahay aqsaam iskimo qabaa'il alfida alhunud alhumri alaustraliyuun alasliyuuna waqtiga maanta la joogo waxaa la heli karaa dad saafi ah kuwa kan kaliya dhammaantood meelaha ay ku nool yihiin haddaad buugga ku noqotaan waad heli kartaan su'aalihii baan galaynaa waa maxay sulaala bashariya 2-3 ka sheeg isirada dadyowga dunida 3 ugu waaweyn
أفر وحات كلا سارتا إبادة الجماعية حسوق إيو يصير ترترد محاول حياة سدح وحكلا سارتا جميسي إس أدونسي محاول حياة شيك أستامة هلاو قرتو زنوش تي مغوليون إيقو قازيون سدح دي آن شاك نمت كست أستامي هيسا مقالد أيا شيكستان أردي قيبتان هدان راعيو وقضبضة سامية دديو قد دوني دا maxaa sameeynaa dadka in meel la ku bataan meel la ku yaraadaan waxa la yiri dadka adduunka maanta ku nool waxa lagu qiyaasaa 7.6 bilyan 7.6 bilyan oo qof ayaa lagu qiyaasaa dadkaasna adduunka oo dhan ayay ku kala nool yihiin meelna waa ku badan yihiin meelna waa ku yar yihiin dadka adduunka ugu badan waxay ku nool yihiin qaarada Aasiya dadka adduunka ugu yarna waxay ku nool yihiin qaarada Australia meelaha qaarada qudbiya oo cirfiyada ahna dad kuma noola adduunka dalalka ugu dadka badan waa Shiinaha Hindiya Mareykanka Indonesia Brazil Afrikana waxaa ugu badan Nigeria Ghana Masar iyo Ethiopia ayaa ugu badan saa la socda meelaha dadyowga dunida ay ku badan yihiin waa meelaha kan soo socda Suhul Faydiyatul Khisbiya dhulalka wabiyada u dhow sababtoo ah biyihi iyo beerihi baa yaala xeebaha oo iyaguna hawo macaan loo doonto mudul kubra magaalooyinka waaweyn ayay dadku ku badan yihiin waayo shaqo iyo waxbarasho waxyaabaha nolosha u baahneed ayaa laga helaya marka waxa saameynaya dad inay ku bataan meelna ku bataan meelna ku yaraadaan qodobadan soo socda waxaan kala qaadeynaa qodob dabiici ah oo natural ah oo rabbani ah qodobka dabiiciga waxa weeye turba ciidda ciid meel ciideed wanaagsan tahay oo ciid cararsan ah oo waxbarashada ku wanaagsan dadku way ku badan yihiin tadaris buuraha dhulalka sarsare dadku waa ku yaryihiin waayo ma jecla waa qabow saaid dadku waxay ku badan yihiin meelaha siman dooxooyinka munaax cimilada way saameysaa dad inay meel ku badnaado meelna ku yaraadaan cimilada kulul meesha cimilada kulushahay dadku waa ku yaryihiin dadku waxay jecel yihiin soo raacayaan cimilada wanaagsan biyaha meel biyo laga heli karo ay biyuhu ku badan yihiin dadkuna waa ku badan yihiin meelaha biyaha ku yaryihiin dadku waa ku yaryihiin waxyaabuhu dadku sameeyeen ay saameynaya dad meel inay ku bataan meelna ku yaraadaan arday waxa ka mid ah beeraha nambar laba warshadaha shaqo laga helaya meelahaas oo kale dadku waa ku badan yihiin gaadiidka iyo isgaarsiinta meel hadda gaadiid iyo isgaarsiin leedahay dadkuna way ku badan yihiin al-amnu amaanka ama nabadgelyada meel amni uu ka jiro waa cunsur weyn oo saameynaya dad meel inay ku badnaadaan waxaa ka mid ah amaanka meel dagaal ka jiro dadku waa ka qaxayaan Soomaa arday su'aalihii cutubka ayaan ku soo gabagabeynaynaa su'aasha koowaad sheeg meelaha ay dadku ku badan yihiin caalamka lambar labo maxaa keenay dadka adduunka kala bar inay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn su'aasha labaad casharka kuma jirto laakiin ardayda waxaa la idinka rabaa maskax ahaan inaad ka shaqaysaan لماذا تتركز نصف سكان العالم في المدن الكبرى في المدن الكبرى ما حاكيني ددك ادونك كلا بر اني كون ولادان مغالوين كواوين خصوصنا هذا مركا عاشر كشرحي افكان كشيغي نمبر 3 لماذا تكثر السكان في السهول الفيضيه ددكم مخي اوغو بديهين ميلها وبيده اغاغار كودي ددكم مخي اوغو بتان 3 شان كشيغ قودوبدا سامينايا ددكو اني ميل كو بدنادان ميلنا كو يرادان شان باد كشيغيسان إن شاء الله هالكاسنا وحنا نقول ده ما هذا عطب كيني سدحات أرضية خير بدن بعدين رجينا يا آدي آد بعد أمها سنتين وحنا كلا إن كل الدار ما يأينا الله سعته عشرة ده أو يوتيوب ك وسارد آد سبسكرايب سارتان آد عشر كستولوس وجريو وإذا سو جارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.